نعمل حاجة حلوة برضو لذيذة جدا وسهلة، وهي الايه، نعمل كب كيك. نعمل كب كيك بالايه، زي الجاتو من غير ما نتعب خالص. هروح جايبة هنا ايه، عندي 3 كوبايات من الدقيق، ده هيعمل لي صينيتين كب كيك، اللي هي ال 12 اللي هي ال 16 دي هيعمل صينيتين. 3 كوبايات دي هتعمل مجموعه كبيره قوي. عليهم كوبايه من السمنه، عليهم كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من اللبن، 3 بيضات، باكو بيكنج باودر بحاله، ورشه ملح والفانيليا. تمام كده، سهله جدا وبسيطه، وهنحطها في الخلاط. هنحطها في الخلاط دلوقتي على طول اهو. بصوا كده، هنحط هنا ايه، 3 بيضات، وهنحط كوبايه السمن. ما بتقول لكم مشروم، حاضر ماشي. كوبايه ونص من السكر، بتاكل مشروم يا حبيبي؟ ما باكلش مشروم انا. وكوبايه ونص من اللبن، هجيبهم دلوقتي، استنوا، عايزه لبن تاني وعايزه سكر تاني. كوبايه ونص، مش نص، مش عارفه العبقري اللي بيعمل تحت مستجد معانا ولا ايه. طيب، عايزه لبن وعايز سكر، بدور على السكر اللي هنا. عايزه كوبايه لبن وكوبايه سكر، لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يعني. هنحط هنا 3 كوبايات من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. باكو بيكنج باودر، رشه الملح، هنحط هنا الفانيليا. بس خلصت الوصفه. يبقى هنا هحط هنا في البوله 3 كوبايات من الدقيق، باكو بيكنج باودر، ورشه الملح. هحط هنا في الخلاط 1 كوبايه سمنه، 3 بيضات، ماشي، كده 1.5 كوبايه لبن، ويتقلب كله مع بعضه، ونحطه في قوالب الكب كيك. ازاي؟ ازاي؟ معلقه راحت فين؟ تعالي هستعملها في كل حاجه دلوقتي. تمام، انا هحتاج بس تقل شويه العجينه دي كده. ليه تقلتها شويه؟ هوريك السمك اللي انا عايزاه دلوقتي، علشان هحشيها، ومش عايزه الحشوه تنزل في ارضيه الورقه، انا عايزاها تبقى في النص، فبتبقى العجينه تقيله سنه. بسم الله بسم الله. هنحط هنا بقى كده الايه، معلقه معلقه، لا لسه هحط عليها حاجه. ماشي تمام اهو. وبعدين نجي بقى هنا، نحط بقى الحشوه الثانيه اللي هي الشوكولاته القبالت ده اهي كده، توزعي عليها كلها. توزعي على كله بقى بالشكل ده، تمام. وبعدين تروحي مغطيه بمعلقه تاني من ايه، عجينة الكيك او خلطة الكيك. بس كده، بصوا بقى فيها الشوكولاتة محشية بقى، كأني ايه، عاملة كيكاية او جاتوهية يعني، قطعة كيك وحشياها، وحديها من بره الكريمة زي ما هي جوه ابيض في بني كده، حديها من بره نفس الحكاية. هروح واخدها كده بقى بالشكل ده، حتى انا عملت واحدة كده اول تجربة. انا عملت كيس كريم شانتيه ابيض وكيس كريم شانتيه البني، وحطيتهم الاثنين في كيس واحد تاني، يعني هما الاثنين جوه هنا في اكياس، ماشي. ورحت واخداها